ترتفع بتداولات ما قبل الافتتاح أسهم مايكرون تكنولوجي أكبر مصنع أمريكي لرقائق ذاكرة، وذلك الارتفاع بالأسهم هو بأكبر معدل في 6 أشهر بفضل زيادة الطلب على معدات الذكاء الاصطناعي وتوقعات للأرباح فاقت تقديرات المحللين. أعلنت مايكرون أن إيرادات الربع الأول من العام المالي ستصل إلى حوالي 8 مليار و700 مليون دولار، متجاوزة تقديرات المحللين التي بلغت 8 مليار و300 مليون دولار. كما توقعت مايكرون أن يصل الربح إلى $1.74 لكل سهم مقارنة بتوقعات $1.52. يعود هذا التفاؤل إلى الانتعاش الكبير في الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، حيث أضافت الطلبات المتزايدة على ذاكرة النطاق العريض إيرادات جديدة ومربحة للشركة. كما أوضحت مايكرون أنها باعت جميع منتجاتها لهذا النوع من الذاكرة للعامين 2024 و2025. هذا إغلاق أسهم مايكرون بالتداولات الأمريكية يوم أمس على ارتفاع 2% قبل الإعلان عن هذه الأخبار.